اللي بتعلنه وزارة المالية مؤخرا بأنه 75% من العاملين بالدولة انتهوا من تفعيل بطاقات الدفع الوطنية الحكومية المطورة واللي بقت جاهزة لصرف المرتبات. طبعا البطاقات دي بتسهل جدا على العاملين، بدل بقى ما يبقى مستني المرتب أو يبقى في تشيك أو في الرول اللي موجود للمرتبات، فبيبقى أسهل بكتير أن يبقى كل حاجة متحولة على الكارت بتاعه بتاع المرتبات ويقدر يصرفه من الماكينات اللي موجودة بشكل كبير في يعني في مصر كلها بشكل كبير موجودة ماكينات عشان يقدر يصرف المرتب بتاعه. ودي كمان بتحقق للدولة أن تفضل دايما زي ما بنقول الكاش ماني أو الفلوس الكاش، ما تبقاش طول الوقت الناس تتعامل بالبطاقات. بتدي أولا سهولة جدا، بتدي يسر، وبتخلي الحركة أسرع بكتير طول الوقت. كمان في مميزات كتيرة جدا بتوفرها كمان يعني وزارة المالية، هي توفير سلف مبكرة، يعني سلف مبكرة، انك تقدر كمان تاخد سلفة مبكرة على المرتبات. وده برضو خلينا نعرف تفاصيل يمكن بتهم كل السادة الموظفين، خلينا من خلال المداخلة مع دكتورة داليا فوزي مدير وحدة الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية. مساء الخير دكتورة داليا. اهلا وسهلا، ازي حضرتك؟ يعني يمكن الخبر ده بيهم ناس كتير جدا، لما يبقى 75%، يعني احنا بنتكلم عن العدد الأكبر من الموظفين في مصر انه هيبقى كله ببطاقات الدفع. كلمينا عن المرحلة دي أهميتها ايه؟ هو بالفعل كافة العاملين في الدولة استلموا بطاقات الدفع الإلكترونية اللي بتحمل الشعار الوطني، شعار ميزة. احنا عملنا حوالي ما يقرب من 4.2 مليون بطاقة، وتم تسليمهم لكافة العاملين في الدولة في الجهاز الإداري للدولة بدون مقابل. ونزلنا على البطاقات دي مجموعة من المميزات. احنا مفعلين البطاقات او الموظفين بيصرفوا ببطاقات إلكترونية من سنة 2007، ولكن هذا المجال بيبقى فيه تطور مستمر، فحريصة وزارة المالية على ان هي دايما تقدم الجديد للعاملين في الدولة. فعملنا تحديث او تجديد للبطاقات اللي مع الموظفين في الدوله، ووصلنا دي ثالث مره نحدث هذه البطاقات. وصلنا لاحدث بطاقه من باعلى درجه من التقنيه والتكنولوجي، وزيها زي اي بطاقه موجوده على مستوى العالم. بنقدمها لكل الموظفين في الدوله بدون مقابل في جهه عملهم من خلال 10 بنوك مشتركين معانا في منظومة الدفع الإلكتروني. تمام. البطاقة دي عليها مجموعة كبيرة من المميزات. البطاقة دي يعني بيقدر يصرف منها كل مستحقاته، بيقدر يشتري منها عن طريق الإنترنت، بيقدر يتعامل مع مكن الشراء اللي هي مكن الدي او اس اللي هي مكن نقاط البيع. البطاقة دي لا تلامسية علشان تحد من الطوابير وتسرع عملية استخدام البطاقات الدي او اس. تمام. كمان بنقدر من خلال البطاقة دي ان احنا نعمل سحب وايداع وتحويل، ان احنا نقدر نطلع كشف حساب مصغر لاخر 10 حركات سواء يعني خلينا نقول دكتورة داليا وهي كأنها كارت بنكي، يعني للي ما عندوش كارت للي ما عندوش كارت بنكي، هي كارت بنكي يقدر يستعمله في الشراء اونلاين او يستخدمه او يشتري من اي مثلا مكان هو عايزه، بخلاف طبعا انه مرتبه يبقى موجود فيها. طب الحاجه الثانيه برضو فكره السلف المبكره، يعني كلمينا عن هذه الميزه. هي فعلا السلفه دي سلفه صغيره، هي اسمها خدمه الراتب المقدم، ودي بتقدمها وزاره الماليه بالتعاون مع البنك المركزي المصري. ودي خدمه لموظفين الدوله بيستخدموها في عمليه الشراء، ودي بناء على طلب الموظف، يعني الموظف دي عمليه اختياريه. هو بيطلب هنا من الوزاره بتاعته او المؤسسه ولا من البنك؟ هو بيطلب من البنك المصدر للبطاقة. تمام. من عن طريق الكول سنتر، أو هو بيستلم الكارت بيملأ أبليكيشن فيها بياناته اللي هي اسمها استمارة اعرف عميلك، أو باللغة بتاعة القطاع المصرفي اسمها الكي واي سي. من ضمن البيانات بيقول أنا عايز أستخدم خدمة الراتب المقدم أو لا. قد يكون الموظف ساعة لما جه يستخدمها كان مش عايز يستخدمها، فقال لا، غير رأيه بعد فترة وفكر ان هو يستخدمها. يتصل بخدمة العملاء بتاع البنك المصدر للبطاقة،
وبيقول له ان انا عايز استخدمها، بيستخدمها لمده 6 شهور بدون اي مقابل. دي حاجه كويسه قوي يعني. بتتيح له ثلث مرتبه، يعني ساي لو هو مرتبه 3000 جنيه يبقى هو يقدر يشتري ب 1000 جنيه وتعتبر دي سلفه صغيره وتسدد من مرتب الشهر اللي بعده. طب ده شيء جميل جدا برضو. هي يقعد 6 شهور يستخدم الخدمه دي من غير ما يدفع اي مصاريف بدون اي فوائد او اي شيء. بعد 6 شهور بيدفع مصاريف اداريه، ودي حاجه بسيطه جدا رمزيه، حوالي 1.25%. تمام. بس السؤال بقى دايما، هل دي فوائد؟ لا يا جماعه، دي مش فوائد، دي مصاريف اداريه. لان انا صرفت لك مبلغ وبرجع احصله تاني منك. صحيح. وبرجع اسدد. فواحد وربع في المية، يعني أنا بتكلم على وخلينا 1000 جنيه، أنا هاخدها مصاريف إدارية عليها حوالي 12 جنيه. وخلينا نأكد يعني بأنه المصاريف الإدارية زي ما حضرتك قلتي بتبقى بعد 6 شهور، يعني لو هو بعد 6 شهور لو من استخدام. انا بشكرك جدا الحقيقه دكتوره داليا، لانه دي الحقيقه مميزات اعتقد انها هتفيد الموظفين، لانه مصر فيها عدد كبير من الموظفين، دايما كانوا يطلقون عليها يعني بلد الموظفين، جيش الموظفين، لانه كميه المؤسسات اللي موجوده دي فيها عدد من العاملين، واعتقد ان دي خدمه او خدمات مميزه جدا. بشكر دكتوره داليا فوزي على هذه المداخله.